ما زلنا مع حضراتكم وما زلنا بنتابع الشأن وما يحدث في قطاع غزة. الشأن الصحي أكيد مهم، حضراتكم سمعتم كمان من زميلنا اللي موجود في أمام معبر رفح واللي موجود في منطقة العريش واللي كان بيتكلم فيه عن الأوضاع الصحية، وكان بيتكلم على أنه هناك أكثر وأكثر من 11 ألف جريح مش عارفين يوصلوا أو يتعالجوا طبعا نظرا لإغلاق المعبر. لكن كمان الأونروا اللي بتقدم الحقيقة كل المساعدات، وكالة الأونروا الإغاثية كمان هي كمان لم تسلم من التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح. المتحدث باسم الوكالة قال في تصريحات مهمة مؤخرا إن إسرائيل تفكر في عملية استهداف كاملة للأونروا، وطبعا تتجاوز حتى قطاع غزة، وده طبعا حديث يعني عن مشروع قرار مقدم للكنيسة الإسرائيلي لإيقاف عمل الأونروا تماما. وطبعا في والعمليات موجودة، عمليات الإغاثة للأونروا. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع المتحدث باسم الأونروا السيد عدنان أبو حسنة. مساء الخير سيد عدنان. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني يا ريت تكلمنا عن يعني هذه التصريحات وتكلمنا عن الوضع الكارثي الموجود. يعني طب. انا لم اسمع السؤال، حضرتك بتسالي عن ما حصل في القدس او الوضع في غزه؟ تماما، انا بسال عن الوضع الكارثي، وان الأونروا الحقيقه يعني انه الجانب الاسرائيلي والمحتل الاسرائيلي يعني يحاول افشال الأونروا تماما. نعم، في الحقيقة حصل مساء اليوم يعني حادث أو حادثين في منتهى الخطورة، أن هناك مجموعات من المستوطنين حاولت إحراق مقر الأونروا الرئيسي في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة، وبناء على هذا الموضوع قرر مفوض الأونروا السيد لازاريني إغلاق مقر رئاسة الأونروا في القدس الشرقية، وهذا المقر الذي يشرف على عمليات الأونروا في الضفة الغربية، وبه أقسام من إدارة الأونروا التي تعمل في كافة مناطق العمليات مثل سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ولكن بالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، الأوضاع خطيرة للغاية. ما لدى الأونروا من وقود وأيضا من مواد غذائية سينفذ حتى مساء السبت، وسنكون أمام كارثة كبرى لا قبل لأحد بها إن لم تفتح إسرائيل المعابر فورا. يعني خلال 48 ساعة يجب أن تفتح هذه المعابر، وإلا ستتوقف المشافي، البلديات، عمليات الأونروا، محطات الصرف الصحي، محطات تحلية المياه، الأبيار التابعة أيضا للبلديات، العربات التي تنقل النفايات الصلبة من مختلف مناطق قطاع غزة، الحياة ستتوقف خلال 48 ساعة القادمة. يعني حضرتك بتتكلم على الحياة بأكملها، يعني كل ما ذكرته من أماكن دون وقود ستصبح يعني أماكن بلا حياة. بالتأكيد، بالتأكيد بدون الوقود ستتوقف كل مناحي الحياة، حتى لو جاءت مساعدات عبر المعابر لن يكون بإمكاننا نقل هذه المساعدات عبر الشاحنات طبعاً. كيف سيتم نقل هذه المساعدات؟ المشافي فقط، يعني أمامنا يومين على توقف مولدات المشافي تماما في كل مناطق قطاع غزة، والعيادات المركزية الثمانية التابعة للأونروا والتي تعالج يوميا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، محطات المياه، يعني لن يكون هناك لا مياه، محطات الصرف الصحي لن تعمل، كل شيء يعني ستتوقف الحياة، ونحن أمام 48 ساعة حاسمة. طيب يعني حضرتك بتكلمني حتى اللحظة، أنا عايز أعرف الوضع الآن، وضع الناس، وضع الحياة، وضع الناس في المخيمات، يعني الحياة متوقفة، حتى الطعام كمان في حالة يعني قليلة، يعني الوضع إيه؟ ماذا تقدم الأونروا في ظل كل ما يحدث؟ يعني نحن اليوم يعني نقدم ما لدينا في المخازن. الأوضاع في رفح الآن أصبحت أوضاع خطيرة،
مئات الآلاف يتركون المنطقة باتجاه وسط قطاع غزة وباتجاه ما يعرف باسم منطقة المواصي. هذه المنطقة أصلا مزدحمة، بها حوالي 450 ألف فلسطيني. بدأت تنقص الآن كميات الطعام التي نقدمها. نحن تقريبا الجسم الوحيد المتبقي في قطاع غزة متماسك، والذي يقدم مساعدات غذائية لمختلف قطاعات السكان الفلسطينيين. ولكن ما نقدمه ليس كافيا، يعني نحن نقدم مواد غذائية مرتين في الأسبوع ومياه وما إلى ذلك، ولكن اليوم تم تشتيت هذه الكتلة البشرية. يعني الناس الذين كانوا في رفح حوالي 1.5 مليون فلسطيني، وهم يشكلون حوالي 65% من سكان قطاع غزة، اليوم بعضهم غادر رفح هائما على وجهه في منطقة الرمال، في منطقة البحر أقصد الملاصقة والتي تعرف باسم المواصي، أو عادوا إلى بعض المدن المزدحمة أصلا، يفترشون الأرض والأزقة والساحات العامة. الوضع خطير وغير مفهوم بصراحة. طيب يعني وغير سيد عدنان سيطر عليه. سيد عدنان، يعني الأونروا وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، هل هناك أي تواصل، أي اتصال، أي دعم، أي مساندة؟ نعم، هناك تواصل دائم. مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، حتى مع وزارة الخارجية الأمريكية، مع أيضا الاتحاد الأوروبي، ليس فقط الأونروا ولكن باقي منظمات الأمم المتحدة، والجميع متفق على أن ما يحدث في جنوب قطاع غزة في رفح من شأنه أن يؤدي إلى انهيار مجمل العمليات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة. الحقيقة الوضع كارثي، كل ما نتمناه زي ما حضرتك ذكرت، نحن نتحدث عن 48 ساعة ليس فقط للأونروا ولكن للحياة الإنسانية. يعني لا ستتوقف الحياة، لا وقود، لا مياه، لا أكل، لا طعام، لا حياة لأهل غزة. أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى الخير، أتمنى أنه يعني هذه الكوارث التي نسمع عنها يعني يكون في أي بارقة أمل بأي حل. المتحدث باسم الأونروا السيد عدنان أبو حسن، أشكرك شكرا جزيلا.